السلام عليكم. سلام عليكم. يا رمزي خير؟ عايزني في ايه؟ لا مفيش حاجة. اقعد. مفيش حاجة اقعد؟ يعني انت مخليني اقفل البازار عشان مفيش حاجة؟ اصل بيني وبينك يا دولا، يعني كنت عايز ازوغ من البازار وقلت بقى يعني حد يشجعني. حد يشجعك، وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي يشجعك. قال لي لقيته بقى. طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمز. تخصم لنا ايه يا دولا؟ ده انت صاحب الشغل، انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشرب شيشة؟ شيشة. طيب مخصوم لك 3 ايام يا رمزي، ومن بكرة الصبح تطلع على البازار تسيقه كله وتمسح التماثيل تمثال تمثال، وخلي بالك من تمثال حتحور، انت كسره قبل كده 3 مرات. يا عم ده انت مش بتقول بكرة؟ احنا ولود النهار. ولود النهار؟ 4 ايام خاص ما يا رمزي. ايه ده؟ انت شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ شايفه. ياه، ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده، هو من غير ميعاد ابدا. لا مش هو. مش هو؟ انت ايش عرفك بس؟ عارف بقالي 15 سنة نفسي اشوف الراجل ده. انت عارف الراجل ده بالنسبة لي يبقى ايه؟ ايه يا دولا؟ الحب الاول؟ الحب الاول؟ هنهزر. 5 ايام خاص ما رامز. 6 ايام بتزود؟ ماشي ماشي. ده يا ابني الشاعر حمدي عجلان. ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هو. بس يلا بس يلا. صباح الخير، مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الأستاذ حمدي عجلان؟ ايوه. اي نعم هو. حضرتك انا عادل سعيد، مؤلف على قد يعني، كاتب ديوان شعر، وعندي بازار جنب القهوة، يا ريت اقدر اعزم حضرتك على اي حاجة يعني. لا لا لا، في الحقيقة مش هقدر اشرب اي حاجة. لا 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 لا، ما يصحش يا ريس عجلان، ما يصحش كده. لا حتى يعني حتى حضرتك لو ما شربتش حاجة يبقى كأنك تفيت في وشنا كلنا. ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائية وعفوية. على فكرة انت فنان فطري. لا لسه ما فطرتش والله، بس ممكن كلنا نفطر مع بعض. الفطرية والفطور. الفطرية والفطور، يعني جناس ناقص. جناس ناقص؟ على فكرة صاحبك بيقول كلام قديم قوي. قلت لي انت اسمك ايه؟ الأستاذ رمزي. رمزي. تعرف يا رمزي ان بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتاعتي انها بتنتمي للمدرسة الرمزية؟ على اساس هو رمزي ورمزية. عارف حضرتك والدته برضو الله يرحمها كان اسمها رمزية، كانت مدرسة برضو. ما انا علشان كده كنت بزوغ من المدرسة. امي بقى. اشربوا يا بهوات. تشرب ايه يا ريس عجلان؟ اشرب حاجة على ذوقك. على ذوقي؟ حلبسة. يا 5 حلبسة. حضرتك يعني انا حضرتك بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش اي دواوين جديده لحضرتك، واضح ان حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحله مخاض فكري للاندماج اثناء ولا ايه؟ انت مش هتفطر يا استاذ عدلي؟ عدلي بيقول لك عدلي ده شارع عادل حضرتك. وانت يا استاذ رمزي هتفطرني ايه؟ حضرتك انا عامل ديوان شعر. يا استاذ خلينا في موضوع الفطار الاول. حضرتك تحب تفطر لحمه؟ لحمه؟ يا ريت والله يا ريت. حضرتك اسمعك قصيده بعنوان مصر ها. يا استاذ ما تحاولش تقتحم خيالي في اللحظه ديت. طقم بقى سلطات مع سائح. 7 ايام خاص. طقم سلطات مع سائح، بكده تكتمل الصوره. دولا انت سمعت بقى احنا عايزين ايه؟ ها رجلشنا بقى. رجلشكو؟ ده انا هروقك. حضرتك ايه رايك على ما الاكل يجي يعني اسمع حضرتك جزء من ديواني بعنوان مصر ها؟ هيكون في لحمه؟ ان شاء الله هيكون في لحمه. حضرتك يعني انا الديوان بتاعي بيتكلم عن الانسان المعاصر اثناء مروره باشاره المرور، والدنيا زحمه جدا وهو متاخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاعه بيغسله. ممكن اقول رايي؟ اتفضل. ممكن تكون اللحمه موزه ضاني
بالبطاطس. يبقى ناكل عند العسكري. انا اؤيد هذا الاقتراح. وانا اؤيد هذا الانسان. وانا بخصم لك 8 ايام. حضرتك يعني مش تسمع جزء من ديواني اللي هو بتاع مصر ده؟ هو احنا مش هنروح ناكل الاول؟ ايوه طبعا هناكل يعني. خلاص انا هعمل لك ندوه تقول فيها كل قصايدك، وانا بقى اللي هديرها لك بنفسي. معقوله؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده شرف كبير جدا ليا يا فندم والله. وبعد بقى ما ناكل من عند العسكري نطلع على النبطشاجي بقى بتاع لقمه القاضي. لقمه القاضي بموت فيها، بالسكر بالسكر. دول حاسب بقى الاهواجي؟ ها ماشي حاسب الاهواجي. انا خصم لك كام يوم لغايه دلوقتي؟ 9 باين. 9 والاهواجي يومين، يبقى 15 يوم. يا سناء يا نجلاء يا طنط انعام يا ياسمين احضرونا. ايه 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 جرى يا رني؟ واحنا كل ما نختلف مع بعض تقعدي تعدي العيله اللي في البيت دي؟ ايه في ايه يا رني؟ دلوقتي عايزاكي تحكمي ما بينك، وانا عارفه ان كل مره بتيجي في صف ابنك، بس المره دي بالذات بقى مش هتقدري. وتحدي. قول يا ستي، عمل ايه سعادل تاني؟ سعادل عايز يعمل ندوه شعريه في البيت. بدل ما تعمل لنا حله شعريه باللبن والسكر نتعشى بيها، رايح تعمل ندوه شعريه؟ يا سلام، اللي يسمع كده يقول يعني محرومه من الاكل؟ ما انت بتاكلي كل يوم، انت ما بتركزيش غير في الاكل. وبعدين ندوه شعريه ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان انا اعمل ندوه شعريه؟ الاكره بتاعت اوضتي اتكسرت، عاوز اجيب نجار يصلح. وبالمره بما ان النجار جه يعني خليه يصلح ضرفه الدولاب بتاعي، كل ما قفله تتفتح كل ما قفله تتفتح، عايز يكون في عفريتي عادي. هما يقصدوا يقولوا لك يا حبيبي ان في اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهقص والكلام الفاضي. كلام الفاضي. وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه، ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني. عموما ده بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا يا عادل، مارس هواياتك اللي بتحبها، اهم حاجه يا حبيبي انها ما تاثرش على دراستك. على فكره يا عادل، بتوع الشعر دول عاوزين يستغلوك. وايه اللي خلاكي بقى متاكده او كده يا ماما؟ ده واضح يا ابني جدا، لان الشعر بتاعك ركيك. بس يا سناء عيب ما تقوليش لاخوكي كده. انت يا عادل يا حبيبي فاشل في الشعر. فاشل في الشعر؟ انا مش فاهم، في ام تقول لابنها كده وانتوا تفهموا ايه اصلا في الشعر؟ كلمه شعر دي جايه من شعور، وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصه في البيت. يعني مثلا ابي فرناس الشاعر الجاهلي عمره كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجه؟ ابو فرناس ما كتبش بيت وبيته ناقص حاجه؟ وانت تعرفي ابو فرناس ده منين؟ مراته معاكي في النادي يعني؟ خدناه في المدرسه، مدرسته مللو. ابو فرناس انت بتقولي عليه ده كان بيطير. الشعر اللي قصدك عليه اسمه ابو نواس يا جهله. غلط، ابو نواس ده بتاع الشاورما اللي في شارع جامعه الدول العربيه. بسم الله ما شاء الله، ايش جاب مدرستك اللي بباب الشعريه لجامعه الدول العربيه؟ بتيجي وانت يعني عارفه كل حاجه؟ فعلا ابو نواس ده كان بيطير في شارع جامعة الدول العربية وهو بيقول شعر، وقع فتح محل بتاع شاورما معروفة يعني. ودلوقتي يا جماعة بجد بجد، الشعراء دول لو جم هنا البيت أنا مستفيد، لأن أنا ممكن أبيع لهم الشعر بتاعي. بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهم ما أحسن. يا ابني أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول شعر. أقول لك شعر أبو نواس بيونس الناس، بح يا قفة يا قطة. هو أي كلام وخلاص. بص يا جماعة، انا فعلا غلطان ان انا فكرت اجيب الشعرة دول هنا، كنت عايز ادي قيمة تانية مختلفة للبيت. ربنا وفقك يا دولة. خليك معايا. اظن كده بقى يا استاذ عادل كل حاجة مظبوطة عشان الخطبة اللي هتلقوها من هنا. يا ابني ما اسمهاش خطبة، افهم بقى، اسمها تمسية. الخطبة دي مش جمعة. حس كده بقى يا باشا، يا ريت تعمل حسابي في المسا ده. أنا عينيا ليك يا حتة، بس أهم حاجة عايز القهوة النهاردة منضبطة، مش عايز فيها أي دوشة، عشان نعمل الندوة بتاعتنا كويس. من عينيا. حاضر. مقضية. شو قول لي تمسية؟ تمسية؟ مقضية يا دول. اهلا اهلا، الشعراء جم. يلا صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ رمزي اللي كلمتك عنه. ايه ده، ايه اللي كلمتها عنه ده؟ لا انا مرتبط والله يا انسه.
عنده حس ضعاف شعبيه. انا بعمل بحث في الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، منورين ايها الشعراء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، حيث تدار ندوتنا اليوم من هذه الترابيزه ان شاء الله، وربنا يتمم بخير. ايه عادل، بلاش ربنا يتمم بخير دي، بص بتبص لي ازاي. الانسه سمر الشرشاوي دي استاذه في علم الجمال وباحثه اجتماعيه، اما الاستاذ ابراهيم التت ده اللي ذكر اسمه في اهداء الشاعر رميح عفيفي، ده بقى فسوخه الحظ بتاعتنا، لما يتحط اهداء في ديوان اي شاعر ما يبيعش اقل من 50 نسخه. يا 50 نسخه، ما شاء الله. اهلا وسهلا استاذ فسوخه. اهلا وسهلا يا دكتوره. والله يعني انا صراحه مش عايز اعرفكم بنفسي بشكل تقليدي، ولكن هستعين بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايه ده، شكسبير، قال ان الوردة ايا كان الاسم، يعني مهما يكون اسمها ايه، يعني ستنشر عطرا، يعني هتملى الاوضة ريحة. بقى هو قصده يعني يقول تعرف فلان، اعرفه، قريت شعره؟ لا يبقى ما تعرفوش. انت ايش عرفك انت؟ انا عايز اقول ايه، مالكش دعوة. خلاص يا جماعة، انا هقول لكم قصيدة من ديواني بعنوان مصر، وبعدين هنعمل ايه في الليله دي؟ ربنا يستر بقى. انت مش قلت لك ان في عشاء؟ استاذ عادل عيب، العشاء موجود، اللحمه من عند العسكر، ولقمه القاضي جايه كمان. طب اتفضل يا استاذ عادل، سمعنا، اشتقنا والله، عايزين نستطعم. يا مصر يا حلوه يا غاليه، فيكي التوك توك مال الشوارع، ومحدش عارف هتعملوا له رخصه ولا هتسيبوه كده ولا ايه. يا مصر يا غاليه. استاذ عادل. ايوه يا سيدي، عارف، بالسكر، لقمه القاضي بالسكر. مش المفروض ان انا اديني الندوه؟ انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان، يلا وقاحتي يلا وقاحتي. اتفضل حضرتك اتفضل. دلوقتي يا جماعه انا هقدم لكم الاستاذ عادل، شاعر مبتدئ، ودلوقتي هنسمع شعره والقصيده اللي هلقيها بعد ما نشوف ماتش الاهلي. لا ماتش الاهلي ايه حضرتك؟ لا حضرتك، واحنا هنركز مع الماتش، احنا جايين نعمل الندوه، انت ناسي ولا ايه يا استاذ عجلان؟ طب ما هو بتركه فنان برضه. مش ده ماتش الاهلي وطلخه؟ ايوه، يعني هنسيب الندوه ونقعد نركز في طلخه؟ طلقه ايه اللي نركز فيها يا اخوانا؟ طب يا دوله، طب ما تقول البقين بتوعك في الهاف تايم. البقين بتوعي؟ يا جماعه بصوا بقى، يا اما الندوه يا اما اللحم. انا مش فاهمه ايه اللي جرى للبدنجان. كان زمان ادب المقوار في كرش البدنجانه يبقى زي الزبده على طول. ايه في ايه؟ انت بوظتي البدنجانه. انتوا كده بتعملوه كده؟ بنعمله كده ازاي يعني؟ مش عارفه، أتاري أكلكوا كله مدهول ومهرول. أنا عرفت دلوقتي ليه. أنا عايزة أعرف بقى، سناء ليه ما بتنورش معانا البتنجان؟ إيه؟ أنور البتنجان؟ أنا تقولي لي كده؟ أنا امرأة عاملة، ما عنديش فراغ، ما عنديش وقت، أنا بربي نشء، زور المجتمع دي بتتفتح من صوابعي. أنور بتنجان الآن، ها؟ فاضيالك أنا عشان أنور بتنجان. الولد ده حمار، أما ده بقى ده حيوان. اتفضلوا يا اهلا وسهلا، بس ثانيه واحده ثانيه واحده بس عشان افضي المكان، عشان عندنا ست شاي. بتبص على ايه؟ اصبروا. معاك حد يا عادل؟ ايوه معايا حد. معلش فضلنا بقى الصلاه هنا اهو. يلا يا جماعه، يلا يا سناء، شيل المحشي اللي انت بتعمليه ده. اولا سناء ما نقورتش معانا ولا محشيه من صباحيه ربنا. نقورت معاك؟ هو انت كده؟ ده ما دي نقوره مش تقوير ابدا، اللي انت بتخرميها من الناحيه الثانيه. برافو عليك يا حمادي. سقفي انا كمان يا بابي، قورت بتنجانيه. برافو عليك يا ياسمين، عقبال ما تكبري كده ان شاء الله وتقوري ورق عنب. يعني انت يا عادل ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟ شايف البيت ملعب كرة رايحين جايين عمالين نرمح فيه طول اليوم، فقلت تريحنا من الجاي وتحبسنا. ما غصب عني، هعمل ايه يعني يا رانيا؟ هعمل ايه؟ يلا يا رانيا يلا، ما تكتريش كلام معاه، ما فيش فايده من الكلام معاه. تعالي نقعد في البيسين. يلا اتنين ليمون يا عادل. اجيب المايو بتاعي يا مامي؟ ايوه حبيبتي، خدي المايو. يلا اتكلوا على الله. بسرعه يا دوله، ايدي اتخدلت. اهلا وسهلا، خلاص عديهم عديهم. اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا.
ايوه كده دوله بقى كده الواحد يتفرج على الماتش يا ابن عم براحته. الماتش ده في الاستاد. انت ايه اللي جايبك؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا يا شعراء. يا سلام، المنزل والبيت امتلأ بالاشعار. انها يا سلام يا استاذه سمر، والله حضرتك نورت البيت المتواضع اللي انا فيه ده. الشعر كله ماشي بيتدلدق منكم ما شاء الله. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. طيب يا اساتذه، انا بعد اذنكم يعني حابب استاذن ابن عمي واخويا وحبيبي ان انا القي عليكم قصيده. لا قصيدتي قصيدتي ده ملوش دعوه بالحكايه دي. انه يهرج يا ايها الشعر، انه يهرج. كنت متاكده انه جواه شعر. يا ريت يا ريت نسمعه. ده احنا مستنيين اللحظه دي من الصبح. لا حضراتكم، هو تهريج وخلاص ولا ايه؟ ده شاعر، مش حد يقول شاعر اقعد يقول. ايه ايه، انت غيران من رمزي؟ لا غيران منه ليه يعني؟ اتفضل اتفضل اتفضل، قول قول. ما تطرنيش بقى. ده بص حضراتكم، ده نام ده نام. تحيه تحيه للناس اللي جايه في الحته دي في احلى تمسيه. امبارح وانا ماشي بالليل لوحدي قطرني امين شرطه، بصيت شمال قلت بصيت يمين قلت بصيت لفوق قلت برضو، بصيت لتحت قلت يمه، خدت جنب وعدى الامين بالكمين في المغربيه. جعت كلت تقلت نمت وحلمت ببكره احلى من عم نول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله الله. ايه ده ايه شعر ده ولا مش شعر؟ طب ماشي، مخصوم منك شهرين. ده بقى بيجمع بين الشعر والنثر. على فكره اكتبها لي عشان انشرها في الجريده. ما بعرفش اكتب. ايه معقوله الشاعر ما بيعرفش يكتب؟ يا ريت تدونها له يا استاذ عادل لانها مهمه جدا. ده بيفكرني بالشاعر العبقري المنتشر سيد العفن في القصيده المهمه جدا بتاعته اللي اسمها المواطن المقفول. مواطن مقفول ايه؟ معلش بعد اذنكم يعني انا جايبكم البيت عشان اقول لكم الشعر. اقول بقى شعر ولا ايه؟ اتفضل قول قول. يلا سمعنا. يا مصر يا مصر، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس اسمعيني والنبي بقى يا مصر بقى. عادل عادل عادل. عايزه ايه؟ حله المحشي، حله المحشي. معشي في وسط مصر دي. بقول لك ايه؟ هات لي صباعين محشي. نية حضرتك. سخنوه. شكرا. حضرتك محشي ايه اللي انت عايزه؟ مش احنا طالبين اكل من عند الراجل العسكري ده حضرتك، لحمه وكله. واحنا شفنا منك حاجه؟ كمل كمل. يا مصر، نيلك طويل من اول بقى ايه كبرى قصر النيل لغايه بقى ايه عين الصيره وبين السرايات لغايه القناطر. بقول لك ايه، واحد صاحبي بقول لك ايه، شوف لنا حاجه غير دي. غير ايه؟ غير اللي بتقولها دي. ليه حضرتك مش عاجبك؟ لا وحشه وحشه بصراحه، وحشه وحشه. والكلام اللي كان بيقوله ده كان حلو؟ ده شعر تلقائي. تلقائي ايه حضرتك؟ ما انت لو عايز بقى من ابو تلقائي ده. ما اتفضل حضرتك اتفضل. ماشي تلقائي ده ما فرق. ماشي. اللحمة حمرة والرز بيضة والفتة حلوة. الله الله، ايه الحلاوة دي؟ هذا الشعر شعر ولا بلاش؟ ولا حتة اللحمة حمرة. يا سلام على وصفه للون الأحمر بتاع اللحمة، وصفها بطريقة بليغة عميقة الأثر ولطيفة المذاق والمعاني. يا سلام، هو ده الشعر اللي عجبكم يعني؟ ده واقع واقع ملموس ومأكول. مأكول ازاي حضرتك؟ ايه احنا مش هناكل لا ولا ايه؟ ايوه صحيح، هو الاكل فين؟
ايه الندوه القرديحي دي؟ انا كنت جايين اساسا عشان تاكلوا. والله العظيم انتوا لا شعره ولا اي حاجه، انتوا كلكم مبدعين. يلا بتكرع الله بره، اطلعوا بره. بتطردنا؟ ايوه بطردكم. بتطردني؟ ايوه بطردك يا استاذ عجلان. اتفضل يا عم التت، اتفضل يا عادل. يا عادل اطرد سمر، اطرد سمر. دي بقى هسيبها مخصوص علشانك، امسكي فيه. يلا بتكرع الله. استاذ عادل، انت مستقبلك بدا يتلاشى قبل ان يبدا. يتلاشى؟ انت تعرف يعني ايه يتلاشى؟ يلا اتكل على الله، اتكل على الله. لحمه ومفيش لحمه، اتكل على الله. انا غلطان، انا غلطان، انا بطلت شعر. يلا تت، كانت محاوله فاشله فعلا. اتفضل اتفضل. بتقول شعر يا صايح؟ بتقول شعر؟ ده انا لمك يا ابن الشوارع يا ابن، ده انا معاك في البازار شفق. ابعد عن سكه الشعر، تسلم وتعلم بقى من اخطائك مره في حياتك. اقعدي. اخطاء ايه اللي اتعلم منها؟ دول ناس مدعين ما بيقدروش الشعر اللي انا بقوله. يعني مثلا انا دلوقتي اقول لكم القصيده بتاعت يا مصر، هو انا هستنى او مش هستنى؟ تستنى ما تستناش، انا داخله اور المحشي. انا هقور الكراريس. الكراريس في الاوضه، في الاوضه، لازم اروح الاوضه. ماشي ماشي. رانيا بصي بقى هقول لك. بصي حبيبي انا بحبك قوي، بس انا مضطر اخش لان انا ما وريش اي حاجه جوه. ولا رمزي هتسمع؟ انا هتسمع غصب عنك. لا يا عم، انا كل ما اقعد معاك تخصمني. لا يا عم. تعالي هنا، تعالي هنا. انت بتكتب الحسابات بره ليه يا عم؟ تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي؟ انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات، حاجات انت ما تفهمش فيها يا رمزي. دول انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان. ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي، اغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا، مش اي حد يغنيها. يعني انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقولة يعني يا دولة مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الأغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الأغاني بتاعتي دي صعبة عليهم يا ابني. شوف الأغاني اللي أم كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان. سمعت القصيدة اللي هي بتاعت ثورة الشك وهي بتقول أراك عصير الدمع؟ ده الكلام. عصير الدمع؟ طبعا يا ابني عصير الدمع، لأن هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته، وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. انت ايش فاهمك انت في حاجة زي كده؟ قابل خجل جدا. شاعر يا عظيم انت. اني سير في السير؟ سير؟ سير ايه بس عم الدنو؟ ايه ده انت بلات ايجيبشن؟ ايه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك يعني. بص عاد بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء، اتفضل. منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا، تقفل الباب. ها ماشي ماشي، يصبر. اهلا وسهلا، تحت امرك، طلباتك. والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف برا بيحبوا الهدايا الفرعونيه بتاعتنا قد ايه. طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمز؟ نعم. روح هات حاجه ساعه بسرعه. يلا عينيا الاستاذ بهاء. حضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين الحاجه ساعه؟ يلا عينيا الاستاذ بهاء. عينيا. على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبتهم. لا ربنا يخليك، مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر، عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول خمس دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. خمس دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه، أدي دقيقة. على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أدي دقيقة كمان. على بقى ما يشرب الحاجة الساعة، أدي دقيقة كمان. ولا فين الحاجة الساعة؟ أنا مش قلت لك هات الحاجة الساعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساعة، أنا همشي. أنا مش لا لا لا، اقعد اقعد اشرب الحاجة الساعة. حضرتك يعني هم فاضل ثلاث دقايق بس على ما يجيب الحاجة الساعة، هقول لك الأغنية بتاعت الثلاث دقايق دي. ثلاث دقايق إيه يا عم؟ دي بتاعتي أنا، دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده ازاي؟ زي الناس. زي ايه؟ ايوه يعني كنت بتقول فيها ايه الاغنيه دي يعني؟ هقول لك انا.
بتقول ثلاث دقايق اشوفك قبلك ايدك تلمس ايدي اشوفك قبلك عينك تيجي في عيني لو زعلان اعتبني لو غلطان حاسبني لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني اشتقت لمعادك مطول بعادك ولا عشان بحبك هتزود عنادك نطيرك وعادلك انا طمعا فعدلك انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا لنرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق انت حبيبي وبس انت نصيبي وبس نفسي اشوفك بس تلات دقايق الله الله يا استاذ بهاء الله 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 بس الله الله يا استاذ بهاء يعني بص حضرتك يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص والتلات دقايق بتوعي غير التلات دقايق بتوع حضرتك يعني هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر تخاطر توارد لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله ولغيت الرحله خالص ماشي يا عم سامع طب حضرتك بس في اغنيه تانيه بتقول لا بص انا هسمعك حاجه انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده سامع عليكم انا ماشي وعند السلامه طب يا استاذ بهاء طب الحاجه الساعه طيب يا استاذ بهاء اوعى هدي لغينا الرحله خلاص سامع عليكم الحاجه الساعه طب مع السلامه يا استاذ بهاء يا دوله بقى يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز انت لاحظت يالا ايه بهاء سلطان بيحاربني يلا ها كده بقى رمزي فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش اقول لك سيدي كده يبقى ناقص 3 مطربين لا حلو قوي احنا كده انجزنا انجزنا ايه بس يا دولة بقى هو في حد خد مننا حاجه يا عم ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم يا ابني احنا عملنا اللي علينا احنا بعتنا لكل المطربين خلاص يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتنا عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول الحمد لله يعني كله تمام يعني انجزنا انجزنا يعني بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين من كاظم كاظم عكس احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده لان هو بيحب الدباديب قوي مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب دوله هو يعني ايه كاظم يعني كاظم يعني قافش بس يعني ايه مخبي مية مية انت دولة طب قول لي بقى الخطوه الجايه يا عم على طول عشان انا سخنت خلاص الخطوه الجايه بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها ويتفقوا بقى مع ملحنين وبعد كده يبعتوا لي بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله الله يا دول عليك ان شاء الله انت ابن حلال على فكره ولا حته اتنين شاي يلا بسرعه حاضر يا استاذ رمزي ايه ده انا اتسرقت ولا حته ايوه يا استاذ رمزي اقفل إيه باب القهوه دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله محفظه ايه يلا محفظه ايه انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه مش محفظه في التلفزيون اهو الاغنيه بتاعتي اغنيه اهزنه سامع حلوه قوي يا دوله حلوه ايه بقول لك اتسرقت وحشه قوي باختصار بقى يا استاذ سلكها انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه شوف يا هندسه العدل اساس الملك وانا شايف قدامي ضحيه فنيه اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم اغنيه البكريه اي اظنه ترتت بس دي بتاع بعرور لا بعرور ايه الاغنيه دي بتاعتي انا ايوه بس بعرور غناها وغنتها معاه مي عز الدين مي عزة مين يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين والقضيه هرفعهم عليهم هما الاثنين يعني انتوا متاكدين ان غنوا تيظنوا غنوتكم الا متاكدين حضرتك احنا اكتر من متاكدين وانا ممكن اسمع جزء لحضرتك وانت تحكم يعني أيظن أني يا حبيبتي أخدعتي
أيظن أني حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة؟ أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي؟ أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنفض لك؟ أيوة بس دي مش الغنوة اللي غناها بعرور. هي يا أستاذ هي الأغنية، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها. ما قالك أيظن، عايز إيه أكتر من كده يعني؟ أنا كده ابتديت أتأكد بس مش قوي. حضرتك طب أنا هقول لك على حتة بقى عشان تتأكد قوي إن هم سرقينها مني. حتة أنا كنت، هو كان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. أنا بقى حضرتك أصلاً كنت قايل إيه؟ را 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 رمزي يا رمزي. وهو حضرتك ده رمزي أهو اللي معايا، هو بقى عنده سيد، لو عنده سيد يقدم سيد. أنا معاك يا دولة، وبعدين إيه سيد ده اللي بيقارنوه بي أنا؟ مفيش غير سيد أنكل. سيد أنكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الأغنية الشعبية، يعني تطور الموسيقى العربية، يعني السلمة التاسعة من سلالم الموسيقى العربية، يعني هو بمنتهى البساطة والصراحة هو الأب الروحي للأغنية العشوائية. طيب أوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحل لنا المشكلة دي، وخصوصا حضرتك إن أنا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الأغنية بتاعت أيظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الأستاذ عمرو إيهاب؟ من ساعة ما غنى أنا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع أيظن قفش فيها. ولا هي دي؟ أهو حضرتك، أنا بقى أقول للعمر إيه دلوقتي؟ مدام الموضوع وصل لعمر إيهاب بقت مشكلة كبيرة، ولازم لها قاعدة مع سيد أنكل. متأكد يعني عم سلكها ان اونكل ده جاي؟ انا ابتديت اقلق. لا ما تقلقش يا جدع انت، الله هي كلها دلوقتي شويه ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قعده تانية في غنوه تانية. على فكره دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي، اونكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا، ده اسمه اونكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. اهلا بابو الرجاله. اهلا وسهلا يا عم اونكل. يا اهلا وسهلا. اونكل مين؟ اونكل مين ده؟ حيالله مساعد رابع لسيد اونكل. حيالله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الاغنيه العربيه سيد اونكل. سيد اونكل مين ده؟ حيالله مساعد تاني لسيد اونكل. دي عيله حيالله ما شاء الله، عيله كبيره قوي يعني. دول هم دول توام ولا ايه؟ لا يا ابني، ده واضح ان سلسله مطاعم. سيد اونكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. اهلا بعمنا. اهلا اهلا. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده امال ده؟ ده سيد اونكل. اتفضل يا عم اتفضل. عادي يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد اونكل. انا اسمع عن حضرتك يا اونكل انك انت سيد الاغنيه كلها يا سيد اونكل. يا الله الله، سمع جراف جراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. لا 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 لا، حاضر حضرتك قاعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منور والله يا سيد اونكل. ايه ده؟ اتكلم انت يا سلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق بخصوص حضرتك. بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكوره انتاج يا سيد اونكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهه نظر حضرتك وجهه نظر صحيحه، ويبدو اني اخطات في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغه. الاغنيه دي اغنيه ايه؟ ايظنوا ترت ترت. ايظنوا بتاعت نجات؟ مين نجات؟ لا ايظنوا بتاعت بعرور. الجماعه دول من هنا سلكها. حاضر. حاضر ايه يا خدنا؟ فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا، هو عادي جدا. مع السلامه. سلكها. حاضر.
مع السلامة. فين حضرتك؟ احنا قاعدين نقف قهوة الحكومة. وصل البهوات يا سلك. حاضر. يوصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل أدب يا سلكها. يا عم انت فاكرنا من كاراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقة دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامة بقى انت والبرجين بتوعك دول. اولا أيظن دي تأليف وتلحين ونغمات مجسمة بعرور مع مرتبة الشرف؟ يا سلام، أمال أيظن اللي معاه دي بتعمل إيه؟ ديت بالله وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطاجة وقلة أدب وسفالة. أنت شغلك كده مش هتروح من هنا أنكل، لا هرجعك طن. كده؟ طيب إحنا شرحنا، نشرح بقى. تشرح مين؟ الاغنيه دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني اظنه. ترا ترا تا ضرور. ترا ترا تا بتاعتي. ترا ترا تا ضرور. ترا ترا تا بتاعتي. ترا ترا تا ضرور. ترا ترا تا يا ناري يا ناري. ترا 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 ضرور ضرور. ترا ترا تا يا ناري يا ناري. ترا ترا تا ضرور ضرور. ترا ترا تا بس سكت الكلام ولا رمزي. يا دولة هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لا؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي. بتاعتي. احتة. نادي رمزي. أنا بوجه كلامي للجميع ولن أستثني أحدا، لسلكها والبعرور والأنكل ولكل حد، لن أفرط في حرف واحد من أيظنه. ليس هذا من أجل مصلحتي أنا فقط، ولكن من أجل الجماهير لكي تعرف الحقيقة. وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور انك متضايق ونصاب؟ بصوا انا المشكله ليست بيني وبين بعرور، بالعكس انا بقول له يا بعرور تعالى هنا اهو، ومد ايدك في ايدي، وتعالى مع بعضينا نلم تراث الاغنيه الشعبيه ونجمعه كله في اوبريت شعبي يكسر الدنيا. مستر عادل، ما ردكم على ادعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما انت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها ادعاءات نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني اي حاجة. والدليل على الكلام اللي انا بقوله هذا ان هم ما تعدوش علي بقوله بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس، وفي ايدي ماي هاند بول، وفي دماغي ماي هيد. الاول بدي اقول انه نحن ابناء امي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله انا بكررها لتاني مره والتالت مره والرابع مره، وهفضل اكررها طول ما انا عايش. انا مش طالب حاجه معينه غير ان انا حافظ على اغنيتي. رجعولي أيظنه اهلا وسهلا، ونقعد تاني على طاوله المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن افرط في شبر واحد من أيظنه. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنه إلى كبلهات. إن أيظنه لن تقسم لا كبلهات ولا أي كلمة، لن أفرط في شبر واحد ولا في كبله واحد من أيظنه. نموت نموت وتعيش أيظنه. نموت وتعيش أيظنه. وانت أول واحد جريت أساسا، واللي موتنا عشان أيظنه، ما تقول أيظنه. نعيش نعيش وتعيش أيظنه. نعيش نعيش وتعيش أيظنه. بصراحة الأستاذ عادل مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليه. حسيت إن ابني كان موهوب،
موهوب قوي في الرسم. ايه ايظنه دي؟ قال ايظنه قال من ايام سامويل جاكسون وموزارت وشكسبير. الحقيقه لم تنطق الكوره الارضيه بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على امره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة. الله، بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله. وشكرا للتحية. انا دعيتكم النهارده للاجتماع حول المائده المستطيله عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شويه فلوس. شويه فلوس ايه؟ لسه فاكرين دلوقتي تفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الاعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا استاذ طالعه من اسوان لغايه مصر. اه، وفي مظاهره هتخرج من البازار بعد ساعه ونص يا دوله. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظ لي القضيه. الله يحرقك. انت يلزمك يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ انا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش في اعوام كده عشان تنزل على جدر رقبتك. ها، ده رافع قضيه ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوه بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان ايظنوا دي مش بتاعتك. اتفضل، تلات بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى اغنيه من تاليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا لا لا، ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص، نخليهم خمسه. 5000 جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان انا مش موافق. الو، مين؟ ايه؟ بارور كسب القضيه. متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي، نجاملك في الافراح ان شاء الله. مبروك مبروك، بعرور كسب القضيه، مع السلامه. انا شايف يعني ان 10000 جنيه مبلغ مش وحش. انا عشان مجيئكم بس يعني عندي نو في الاول. انا موافق. اوكي، دول خمسه، يبقى فاضل ايه؟ 10 ايه يا سياده المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هما 7000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم؟ كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى. انت فاهم ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا. وانا اللي هرفع القضيه دي ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من مليون جنيه. طب ما تخليهم 500000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3000 جنيه. 3000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي يعني، هديكوا 3000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتوعي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ تصدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا تلات تلات ايظنوا تلات تلات. طب تلات تلاف جنيه وعشر قصايد. طيب حضرتك تلات تلات. طب تلات تلاف جنيه عند السوبر ماركت، وما تنساش تجيب عيش. ها، ما قلتيش اجيب لك حاجه وانا جاي؟ جرى ايه عادي؟ الدرجة دي مش مركز معايا؟ نازل تتفرج على ماتش في القهوة خلاص؟ عقلك طار؟ ابعت لك بقى اللحمة مع رمزي. ها؟ جرى ايه يا عادل؟ يا عادل ايه يا رانيا؟ في ايه؟ ايه يا عادل في ايه؟ بدل ما تقعد معانا يوم الاجازة اللي بتاخده مرة كل كام شهر، نازل تسيبنا رايح على القهوة؟ ما
بلاش تقعد معايا يا اخي، اقعد مع بنتك بلاش انا. واقعد مع بنتي ليه؟ ما تقعدي معايا، مش بنتك برضو؟ انا اقصد اقول بلاش تقعد معايا، اقعد مع بنتك شويه. ايوه وانت مش عايزه تقعدي معايا ليه طيب؟ خلاص يا عادل خلاص، انا اسف بس خد بالك يا عادل، بنتك بتتربى بعيد عنك، ما تبقاش تندم بقى لما البنت تتطور على انها كائن انفصالي وتتحول انها تنكر دورك كأب على المدى المتوسط، كمدى متوسط يعني. مدى المتوسط؟ بتجيب الكلام ده منين؟ عموما يا ستي اما ارجع ان شاء الله هبقى اقعد معاها. ها لما ترجع مش هتلاقيها يا بيه. ايه هتكونوا خلاص يعني شحتوها؟ لا عمتها سنة هتوديها جنينة الحيوانات. طيب ما كويس انها توديها جنينة الحيوانات، انت ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني انك ما بتبقاش مبسوط غير لما تتفرج على ماتشات، حتى ماتشات الدرجة التانية مش عايز تفوتها. درجة تانية ايه؟ انت مش فاهمة اساسا النهاردة فيه ايه؟ النهاردة الاهلي بيحتفل بالمئوية، 100 سنة كورة يا ماما، وبيلعب مين؟ لاعب برشلونة. طب ما عادي يعني، برشلونة هتكسبكم. تكسبنا مين يا ماما؟ احنا فرقة تقيلة، هنقطعهم هنقطعهم. يا حرام ماما، ما عندهمش حد، ما عندهمش غير رونالدينو. هو ما فيش غير رونالدينو ده، حتة لعيب. بس انا بقى لو مكان وائل جمعة ما سيبش رونالدينو. طبعا وائل جمعة هو اللي يمسك رونالدينو، وانا بقى لو مكانه وهو بيجري جنبي يقوم مطلع الموبايل من الشورت ويقعد يتصور جنبه كده وهو بيجري. وهو بيجري انزل على العيال في الحتة بقى اقعد افرجهم على الفيديو. لعبة؟ لعبة اللي هلعبها معاكي دلوقتي يا ياسمين. بصي أي لعبة هلعبها معاكي أكيد هكسب، لأن أنا دماغي كبيرة جدا ومليانة ألعاب كتيرة جدا. أهو ده اللي أنت فلح فيه. بصي أنت لازم تلعبي حد مستواه أقل من مستوايا، حد ضعيف تعرفي تغلبيه، روحي لعبي ماما. ماما مش هتقدر تكسب في اللعبة دي، وأنت مش هتقدر تكسب في اللعبة دي. ده إيه الغرور اللي عندك دي؟ إيه هي اللعبة اللي أنا مش هعرف أكسبك فيها دي؟ اسمها لعبة التركيز. التركيز؟ بتتعمل ازاي دي وانا اغلبك حالا؟ تعرف تخلي صباعينك الاتنين يلمسوا بعض من غير ما تبص؟ من غير ما ابص عليهم يعني؟ سهله جدا. اهو بصي اغمض عيني كمان. اهو اهو اهو. ايه ده؟ بنت بنت، انت يا بنت يا بنت الادب، خد يا بنت. ياسمين ياسمين عجبك كده؟ انا اللي غلطان، كنت انا بفكر اجيب لها هديه لما الاهلي يغلب برشلونه الخسرانه. سناء تعالي يا سناء، احنا طبعا اخوات يعني ممكن نهزر مع بعض ونضحك مع بعض يعني. في لعبه حلوه قوي ممكن العب. طب ايه هي دي؟ دي لعبه التركيز. طب ازاي دي ورهاني؟ مش عارفاها. مش عارفاها؟ لا مش عارفاها. لعبه التركيز بصي تخلي صباعينك الاثنين دول يلمسوا بعض من غير ما تكوني بص عليهم خالص يعني. بصي انا مغمض عيني اهو وصباعيني هم ايه لازقين في بعض. ماشي. انا يا ابني اللي معلمها لبنتك اصلا. انا اللي غلطان يا سلام، انا اللي غلطان، ده انا كنت بفكر اجيب لك فستان جديد لما الاهلي يغلب برشلونه. ماشي. ياسمين يلا يا ياسمين عشان نجهز نفسنا، يلا يا حبيبتي عشان نروح جنينة الحيوانات. اوكي بس الاول اعملي لي التصريحه بتاعتك. حاضر يا حبيبتي. هي انا بحبك قوي يا تمسني. وانا كمان بحبك قوي يا ياسمين. رني انا ملاحظ ان ياسمين متاثره قوي بسناء اختي. طب وايه المشكله؟ ما هي عمتها. ايوه بس المفروض تتاثر بيا انا ابوها برضو. ليه يا ترى؟ هترجعي تاني تقولي لي عشان موضوع الكوره. لعلمك بقى انا ممكن النهارده ما اروحش الماتش بتاع الاهلي وبرشلونه واوديها جنينه الحيوانات. بجد يا عادل؟ طبعا بجد. انا عارف ان انت زملكاويه ونفسك الاهلي يتغلب، بس انا كمان مش هتفرج على الماتش، اهم حاجه بنتي. ياسمين يلا حبيبتي اوديكي جنينه الحيوانات. ايه ده انت بتقول ايه يا عادل؟ عادي انا ابوها وهي عايزه تروح جنينه الحيوانات وهوديها. يلا ياسمين. طب وتنسناء؟ تنسناء هنلاقي زيها هناك في الجنينه كتير. عادل لو سمحت عايزاك في كلمه جوه. عادل عايزاك في نفس الكلمه جوه. ايه الكلام العجيب اللي انتوا بتقولوه ده؟ ياسمينة جميلة انت جهزي ماشي على ما اخرج واخدك ونروح جنينة الحيوانات. اجهز ازاي يعني؟ اجهزي بقى يعني فك الشعر العجيب اللي سناء عملته لك ده يا حبيبتي كده اهو. ايه الكلام الفارغ ده؟ اكيد عايزاكي تبقي شبهها وخلاص. اعملي شعرك زي باباكي كده، ها قصير يعني قصير ماشي جاي على طول. you
عايزين ايه؟ لعلمكم الوقت ده واخدينه من وقت بنتي. عادل ما ينفعش انت تودي ياسمين جنينة الحيوانات عشان عمتها سناء هي اللي المفروض توديها جنينة الحيوانات. ممكن تقولي انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي بعمل كده ليه؟ بنتي ومن حقي ان انا احافظ على بنتي واخلي العلاقه اللي بيني وبينها علاقه كويسه على المدى. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بتضحك على مين بالكلام ده؟ ده انت لما بتقعد مع بنتك خمس دقايق على بعض تفضل تحرك كده وتنكر كاني فاكره بتقرصك. انا راجل اصلا مشغول عندي 100,000 حاجه شغلاني، انت ست فاضيه، سهل جدا ان انت تاخدي طفله توديها جنينه الحيوانات. يعني انت بتعتبر خروجي مع بنتك ومروحي معاها جنينه الحيوانات حاجه ممله؟ انا بعتبر كلامي معاكي هو اللي حاجه ممله. خلاص بقى يا عادل بلاش غلط بقى، سنه ما تقصدش يا حبيبي. سيبيه يا رانيا سيبيه، كل اللي هو بيعمله ده نبع من الخوف. خوف من مين بقى ان شاء الله؟ خوفك من ان بنتك تكون بتحبني اكتر منك. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا استحاله تكون بتحبك اكتر مني. طب روح اسالها يا استاذ. يا سلام اروح اسالها وانت فاكرك يعني ان انا هخاف؟ طب ما تتفضل تروح تسالها. اروح اسالها عادي جدا، انا يهمني اسالها. حاضر. غلط عموما ان احنا نعرض بنت في سن زي كده لسؤال محرج زي ده. عادل روح يا حبيبي، روح يا حبيبي اتفرج على الماتش يلا، وبكره ان شاء الله تبقى تودي ياسمين اي حته. يلا يا بابا. لا اي حته ايه؟ انا هوديها جنينه الحيوانات يعني هوديها جنينه الحيوانات. لا طب وسناء؟ سناء ايه؟ ايه سناء؟ هو كل حاجه سناء، انت من سخرنا وانت من واحنا صغيرين يا سناء، وانت بتعملي فيها كده؟ كل هدومي واخداها، كل لعبي، كراريسي، اقلامي، حتى لما كبرنا كمان عايزه تاخدي مني بنتي. كده بس يا عادل؟ مش عارف بقى يعني، ما هي نرفزتني، وبعدين انا اصلا مشدود النهارده عشان ماتش المقاويه، وممكن كمان الاهلي على اسوء الفروض مثلا يتعادل ولا حاجه. يا ماما ده شتمتني وبهدلتني وقالت ادابها عليا، وانت كده على طول يا ماما على طول ظلماني وبتيجي في صفها يا ماما. ايه يا حبيبي قالت لك ايه؟ قالت لي ان انا مش عارف اربي بنتي، والكلام ده كمان كان قدام بنتي. ما حصلش، سناء ما عملتش كده، ولعلمك بقى ياسمين كانت في اوضه واحنا في اوضه تانية. ايوه بس سناء صوتها مسرسع اصلا، يعني لو كانت قالت كده كانت ياسمين سمعتها من الاوضه التانية. يا حبيبي اختك سناء عندها عقد، مليانه عقد، بس طيبه وبتحب بنتك، كتر الف خيرها ان هي عاوزه تفسحها. ما هو انت بقى لا اما في الشغل، لا اما قاعد هنا وما بتكلمش حد، لا اما على القهوه وبتتفرج على الماتش. عجبتك قوي دي مش كده يا ابني؟ انا اتكلمت معاكي حق يا طنط. وبعدين امها بقى مقعدها قدام التلفزيون على طول، ولما بتزهق تفضل تحشر لها لما هتبقى قد الفيل. هتبقى قد الفيل. يلا ياسمين تعالى افرجك على الفيل اللي انت هتبقى قده. فيل ايه؟ يعني ايه يا طنط؟ يعني قصدي حضرتك ان انا مش عارفه اربي بنتي؟ انا بتكلم على اللي بشوفه. بس ده ما حصلش، لان انا دايما يلا يا بابا. ياسمين خشي اتفرجي على الفيل في التلفزيون، خشي يا بنتي كلي. يا بنتي يا بنتي ربنا يهديك، خشي اقري الكتاب خليه ينفعك. ياه انا من الصبح مستنيه. يا شفتي 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 يا ماما، بقت تصرفاتها شبه تصرفات سناء بالظبط. شوف يا حبيبي، صحيح سناء لسانها طويل حبتين، بس ست بيت وشاطره وطيبه، ما تتمناش حاجه في الدنيا غير سعادتك وسعاده مراتك. يا حبيبتي يا حبيبتي يا انعام، والله والله انا كمان على طول بشكر فيكي. مامي قولي لي يا مامي، انا مش عارفه اربي بنتي هجيب لها تخلف حضاري عشان طول النهار ما قعدها قدام التلفزيون كده كده؟ يا انعام انا بجد 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 عمري في حياتي ما هاتمنك على سر، اي حاجه اقولها لك تروحي تقوليها كده على طول. شفتي بقى راي مامي من رايي يا مامي. امال يا حبيبتي انت فاكره اتربيته ازاي؟ اتربيته من التلفزيون، لولا التلفزيون ده انتوا كنتوا انحرفتوا، يا اما انا كنت اتجنيت. وبعدين بقى الحقيقه يعني هي، بصي بقى يا حبيبتي، فرصه ان عادل خارج يفسح بنته، انا وانتي بقى هديكي درس ازاي تربي بنتك. عادل رايح يصالح سناء وهي سناء هتطير. يا مامي يا حبيبتي قومي تعلمي لي كلمتين. ايوه اتعلمي كلمتين على ما احنا نروح جنينه الحيوانات. يلا يا ياسمين. ياسمينة بقول لك ايه، ايه رايك بدل ما نروح جنينه الحيوانات نروح نتفرج على ماتش المقاويه في القهوه؟ لا نروح جنينه الحيوانات.
ماشي حاضر، يلا سلام. باي باي. انا هاخد حاجه بس ونمشي على طول نروح على جنينه الحيوانات. ياسمين ياسمين يا كلبوزي حبيبي كلبوزي يا كفا كلكم فولك يا كفا. ولا رمزي ادول الخزنه دي مش كان فيها فلوس؟ اه ما انا عارف. اما انت عارف يعني راحت فين الفلوس دي؟ ال 2000 جنيه انا شفتهم. ايه شفتهم؟ اه طب هم اخبارهم ايه دلوقتي؟ كويسين يعني ولا بعافيه؟ لا هم الحمد لله كويسين. انت ايه عايز توصل لهم رساله ولا حاجه؟ انا ممكن اسيبها. اسيب لهم رساله؟ لا مفيش، بس يعني انا كنت عايز اطمن عليهم وعايز اعرف يا هل هم راحوا فين ويا هل هم هيرجعوا ولا مش هيرجعوا. دي رخامه جدا السؤال ده. هو بصراحه يعني انت كنت عايزهم ليه؟ قول لي وانا اقول لك. لا ابدا، انا اصلي كنت رايح جنينه الحيوانات وكنت عايز معايا فلوس، يعني انت عارف الحيوانات بقى. طب وانا اعرفها منين الحيوانات دي؟ انت ما تبصش في المرايه خالص يا فلوس. فين يا ده رامز؟ انا هقول لك يا عمي، ما واحده واحده. انت مش قايل لي ركب ازاز الفاترينا؟ اه وجبت لك لوح ازاز عشان تركبه للفاترينا بدل اللوح اللي انت كسرته. يا عم ده اولت امبارح. دولا دولا اه من حق. انت هتتفرج على الماتش النهارده؟ احنا لمين العيال وهنقعد. ما تتوهش، فين الفلوس؟ وديتها فين؟ حاضر يا دول انا هقول لك يا عم. بص بصراحه يعني انا جيت اركب اللوح اللي انت جايبه لي على الفاترينا، فلقيت اللوح اكبر من الفاترينا، قلت بقى ايه اقصر اللوح. وعملت ايه بعد كده يا لوح؟ بعد ما قصرت اللوح يا دول لقيت الفاترينا اكبر من اللوح، فقلت لا فكرت يعني، فقلت ايه طب ما تلزق يا واد يا رمزي اللوح ده عشان يرجع تاني اكبر، فوقع مني اتكسر طبعا. لا عيب يا دول عيب يا عم، انا بتعلم من اخطائي برضو. انا قلت بقى افك اللزق دون وفكرت في الحل الوحيد. اكيد غيرت الفاترين. غيرت التماثيل اللي جوه الفاترينة دول وغيرت الفاترينة كمان. حلو؟ لا مش حلو. المهم كمل اخلص. بس لقى الازاز اكبر من الفاترينة. ايه ده انت عرفت ازاي؟ طلع فعلا الازاز اكبر. ما تيلا يا بابا بقى عشان نلحق نتفرج على الحيوانات. انا بفكر ان احنا ناخد رمزي نفرج عليه الحيوانات في الجنينة. فين بقيت الفلوس يا واد؟ عملت ايه؟ انا هقولك يا دول انا مش هطول عليك يا عم. بص انا قمت رامي بقى اللوح ورامي كل حاجة ورحت اشتريت بقى فاترينا بالتماثيل باللوح بتاعها جاهز كده. وطيرت الالفين جنيه. لا يا دول ناقص 500 جنيه علينا اللي بتاع الازاز والفاترينا. علينا 2500 جنيه طاروا عشان انت. بس على فكره دول قال لي ما تتاخرش يا رمزي. ما تتاخرش يا رمزي. البنت دي زي العسل يا بنت. ياسمين ياسمين روحي اشتري. عارفه عمك متولي ابو طارق؟ روحي هاتي من عنده شوكولاتايه. ها تاخريش وقفل الباب بتاع البازار وراك. حاسب الازاز بتاع الباب يتكسر، مش ناقصين مصاري. شقيه قوي بنت ال بنت الايه؟ ادول انت عايز صغير يعني تجرب المرتبه الجديده دي ولا ايه؟ لا انت مش بتقول جالك صداع في ظهرك؟ قوي يا دولة. انا بقى هعالج لك الصداع ده يا رمزي. ازاي دول؟ ازاي؟ دي طريقتي. ايه دولا يا دولا تاخرت ليه يا عم؟ تعالى انا حجز لك هنا اهو. تعالى اديله ميه اديله نار. النادي الاهلي فريق جبار. 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 بابا مش انت وعدتني هتشوف صوت واحد بس وهنمشي؟ هنمشي نروح على جنينه الحيوانات. هو بابا عمره وعدك بحاجه وما عملهاش؟ ياسمين يا حبيبي كلبوزه. ولا بدو الكرسي هنا لياسمين. مفيش كراسي فاضيه يا استاذ. قوم يلا يا رمزي. اقعدي يا ياسمين. انت واحد جنب التياس. طيب لا انا هتفرج على صوت واحد بس وهسيب لك الكرسي. خلاص بقى ربنا يكرمنا. بس ان شاء الله النهارده بايه فاول من بتوع ابو تريكه يقوم سكعات قوم اعصابهم بايظه بقى. عصاب ميلة بوز دي ملايين تيجي على الارض يا عم. اذا كانوا هم ملايين احنا بقى الوفات بتجري. اهم حاجه بقى يا معلم ان هم ودوهم النهارده الهرم. شمس بقى وخيل وجمال واكله محشي مع ملوخيه. هينزلوا يفرفروا دلوقتي في الملعب. بس الماتش هيبتدي يا اخوان. الماتش هيبتدي.
دولا هو فين التلفزيون يا دولا؟ بيتك انت عامل ايه في وشك يا انا؟ مش عارف يا دولا من ساعه ما دهنولي قرطي فمش شايف. وانت بتشوف في قرطك اقلع النضاره يا اهبل. ابتدى بابا هو الشوط قد ايه؟ الشوط ساعه الا ربع يا ياسمين. ايه لسه هستنى ساعه الا ربع. حبيبتي هتحس ان هم ربع ساعه الاهلي نازل سخنه اهو من الاول. تك تك نخلص على طول. يلا يلا يا متعب يلا ادي لابو تريكه ادي لابو تريكه. دولا دولا هو الاهلي لابس ايه؟ دولا طب احنا بنلعب مين؟ بس يلا بقى البس النضاره مدام كده كده مش شايف. ايوه خلي بالك من رونالدينو ده خلي بالك من رونالدينو ده. رونالدينو لسه ما نزلش اصلا. اهو كلهم شبه بعض الفرنساويين كلهم قطعيه واحده اصلا. مين يا عم دول اسبان؟ اهو اسبان بقى طليان هنقطعها وما نقطعها. ايه الجون ده اوفسايد الجون ده اوفسايد. اوفسايد مين يا دولا؟ الجون ده عصام الحضر يا عم انت ما تعرفوش يا دولا. بابا ده اتهزمنا بقى. يلا بقى نروح جنينه الحيوانات. لا اتهزمنا ده هو جون واحد بس اللي جه فينا دلوقتي. تك تك نتعادل ونجيب جون نهزمهم ونخلص على طول. بابا انا زهقت. ايوه حبيبتي انت زهقتي بس عشان مغلوبين لكن اول ما نتعادل ونغلب هيبقى ادي لفلافيو. لا لا مش ده ولا ده ولا ده. ده حرام بقى ده ظلم. التحكيم ده ظلم ده يا اخوانا. جونين في شوط واحد كده بقى صعب. لا صعبت ايه؟ لا دلوقتي الاهلي هيتعادل ويعوض ويغلب كمان. تك تك ينهي. معلش 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 يا اخوانا دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. حرام والله. معلش يا اخوانا معلش دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. لا مش معقوله بقى. معلش يا اخوانا معلش فاضل حاجه بسيطه يعني بس ان شاء الله الاهلي هيتعادل وبعدين تك 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 وبعدين يخلص على طول. خلص الماتش دلوقتي. الماتش خلص والاهلي اتغلب وياسمين نامت وجنينه الحيوانات قفلت وانا ما بقتش اب كويس. الواد ده زملكاوي يا اخوانا. كله تمام. جنينة الحيوانات حلوة؟ بابا جاب لي اللعبة دي. يا سلام بمناسبة ايه؟ بمناسبة ان انا ما اقولش ان اللعبة ممكن ترجع. ها؟ جنينة الحيوانات حلوة ولا لا؟ هايلة. كانت زحمة قوي وكانت فاضية بقى الحيوانات كانوا ناموا يعني عشان دنيا. هي سناء فين؟ جوه في اوضتها. انبسطتي؟ انبسطتي قوي؟ ايه يا عادل عايز حاجه؟ مفيش. انا اصلي كنت عايز اقولك يعني ان ياسمين ودتها بقى جنينه الحيوانات ودتها فعلا يعني. ماشي ما هي برضو بنتك وانت من حقك تقضي معاها اطول وقت ممكن. طبعا. ايه يا عادل عايز تقول حاجه؟ كنت عايز اقول لك يعني اصل وانا في جنينه الحيوانات شفت بقى قردين تقريبا اخوات يعني كانوا قاعدين عمالين بيفلوا بعض وعرفت ان هم اخوات عشان كان الديل واحد والمناخير يعني فقعدت اقول يا حتى الترابط الاسري بين القرود فيا ريت البني ادمين يبقوا اخوات كده يعني. يعني هو المفروض ايه؟ ان احنا الاثنين نفلي بعض عشان نبقى شبه القرود؟ لا يعني المفروض احنا كاخوات. بص بقى سناء انا اسف انا غلطت فيك يا سناء وانا اسف انا قصدي كنت مشدود شويه وبعدين انت طبعا ياسمين بتحبك وانت اللي بتساعدينا في تربيتها فزعلتي. خلاص بقى. خلاص يا عادل انا مش زعلانه منك. بعدين انا قعدت فكرت برضو لقيت ان هي بنتك ومن حقك تقضي اطول وقت ممكن براحتك. المهم قول لي بقى عملتوا ايه في جنينه الحيوانات؟ رحنا بقى كانت قافله يعني هي فكان الحمار الوحشي روح وكده فجبت لها بقى لعبه. عادل رحت جنينه الحيوانات ولا ما رحتش؟
ما لعبه بقى كانت فظيعه بقى اللي انا جبتها دي، يعني عجبتها جدا لان بجد ما كانش في اي محل. يا عادل انت خدتها من ايدي وقلت هوديها جنينه الحيوانات، وديتها ولا ما وديتهاش؟ عارفه اللعبه ببطاريات او من غير بطاريات، يعني ممكن تلعبها بيها لو البطاريه خالصه يعني. عادل انت ما وديتهاش الجنينه؟ لا ما وديتهاش. امال بس انا ابوها ومن حق اربيها ومن حق اخرجها معايا براحتي، وبلاش كده واوعوا كده. خلاص يعني ما هو حصل ان انا ما وديتهاش، بس انا كان غصب عني والله يا سناء، انا كنت عايز اشوف الماتش بتاع المقاويه.